يزور سامح شكري وزير الخارجية العاصمة الفرنسية لحضور مؤتمر باريس حول الأوضاع الإنسانية في غزة بالإنابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويترأس شكري وفد مصر نيابة عن الرئيس السيسي، ومن المقرر أن يلقي شكري كلمة مصر أمام المؤتمر والتي ستركز على تناول الأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة والجهود المصرية للتعامل مع الوضع الإنساني في القطاع، فضلا عن التأكيد لضرورة حشد الجهود الدولية لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة.